كل سنة وانتم طيبين جميعا، وبعد عليكم الأيام. معاكم نادر أبو كراس من كنيسة القديسين بالأسكندرية. النهاردة أحد الشعانين اللي هو حد الزعف ده بنحتفل بيه بدخول السيد المسيح أورشليم. الزعف ده عبارة عن تهليل واحتفال بالضيوف اللي بتدخل البلد. يوم ما دخل السيد المسيح أورشليم هتفوا ورحبوا بيه بالخوص اللي هو الجريد ده، تمام؟ النهاردة احنا حدثنا شوية ان كان زمان ما كانش فيه انك تعمل قلب، تعمل خوصة، تعمل سنبولة زي دي كده اهو، تعمل قلب، تعمل خوصة زي دي كده اهو، تعمل سنبولة زي دي. لا، النهاردة الموضوع اختلف خالص، بقت الاشكال كتيرة قوي، بقى عندك قلب سنبولة، وعندك صليب، وعندك قربانة، وعندك شنطة، كل حاجة بتتعمل النهاردة من الزعف، وغوايش وخواتم. المهم عندنا ان احنا نفسد الناس وتبقى عادة على طول دايما يا رب لينا ولكل المصريين. طب انا بقالك كام سنة؟ انا كده النهاردة بقالي 9 سنين فيها. بجيب الخزة من النخل، يعني باخد من قلب النخلة، بس مش القلب كله، باخد ايه يعني كام حتة من القلب نفسه. القلب ده قلب ابيض اساسا، سبب ان احنا بناخده ان هو قلب ابيض، ان هو ايه قلب ابيض للنقاء. القلب الابيض ده معناه رمزه بالنسبه لنا احنا كمسيحيين رمز السيد المسيح كقلبه الابيض، فعشان كده احنا بناخد الحته المعينه في الشجره دي بالذات اللي هو القلب، قلب النخله. اسكندريه ولا بره اسكندريه؟ اسكندريه ولا بره اسكندريه؟ ايه هو؟ لا، من اي حته، من اي حته لا اي حته متوفره بنعتمد عليها. والسنه دي طبعا كان الاقبال علينا الحمد لله كانت شغاله، وكله كان مبسوط، واخواتنا المسلمين كانوا بيجوا برضو ويهادوا اخواتنا المسيحيين. يمكن كان السنه دي غير اي سنه ان كانوا بيجوا يهادوا دايما، يعني السنه دي اخواتنا المسلمين كانوا ياما بيجوا ياخدوا هدايا، وبجد بنقول لهم احنا متشكرين خالص على ثقتكم الغاليه فينا وعلى تقديركم لينا. ان اللي هادي حد حتى ولو بحاجه صغيره كده دي كبيره قوي يا باشا بالنسبه لنا. كل سنه وانتم طيبين، وكل سنه والبابا توادروس طيب بصحه وسلامه، ونقول للريس احنا بنحبك خالص يا ريس. كل سنه وانتم طيبين وكل المصريين بخير، وسنه سعيده على الجميع كده يا رب. انا اسمي مينا تشرشل، اسكندريه. احنا هنا دلوقتي في عند دوران جهان عند كنيسة القديسين. النهاردة حد الزعف، والنهاردة يوم دخول السيد المسيح أورشليم. وطبعا الزعف ده تقليد عند بنرحب، يعني كانوا بيرحبوا زمان بالضيوف اللي بتدخل، فلما جه السيد المسيح دخل أورشليم استقبلوه بالزعف. والزعف ده هو بيتاخد من النخل، والزعف ده بيرمز للبياض وللنقاء ونقاء القلب. والزعف مش مختصر على مسيحيين بس، لا، واخواتنا المسلمين برضو بياخدوا وبيجيبوا معانا، تمام. وطبعا بيبقى عيد للكل، يعني اللي بيبقى عارف حد الزعف المسلم قبل المسيحي كمان. ايه اللي حضرتك بتعملها يوم العيد؟ احنا بنجيب الزعف وبندخل الكنيسه وبنصلي، وبعد كده بنمشي. بيتعمل بيه اشكال، ممكن يعمل خواتم، يعمل سنبوله، يعمل طاقيه، يعمل ساعه زعف. بس هو يوم في السنه. فرحه للاطفال ولا فرحه للاطفال؟ وبنجيب لعيالنا، وممكن لو عندي جيران اخواتنا المسلمين برضو بيحبوا بنجيب لهم برضو معانا، وبيبقى يوم جميل وكلنا بنتشارك فيه. هو عبارة عن يعني احتفال بدخول السيد المسيح لأورشليم. عام وانتم بخير، وانا اسمي أبانوب وائل مدحت نجيب زكي برسوم، واحنا بنحتفل بحد الزعف علشان هو والمسيح اول لما دخل أورشليم دخل في حيوب الزعف. ايه اللي انت بتعمله اليوم ده؟ بحب اضفر زعف بقى وكده، بالذات السنبولة. مش حاجة تزعلها فيها، خلاص.